أمه، هو مروان قال لك اطلعي بره تاني ولا ايه؟ مثلا بيتي مفتوح لك في اي وقت يا ست الحبايب. اتفضلي اتفضلي يا امه. انا جاي اقول لك كلمتين فوق واسمعني. كلمتين بس؟ طب قولي مليون كلمه. ده انا ولدك، اقعد قدامك وتحت رجلك اسمعك لحد ما تقولي خلاص يا واد امشي، انا خلصت كلام. طب اسمعني عاد، ريم ومحرم هم اللي رموك في مستشفى المجانين. وايه كمان؟ ده سامع انا بقول ايه؟ مروان اللي قال لك تيجي تقولي كده؟ لا يا حسن، دكتور المستشفى هو اللي قال لي. هم كانوا عاوزينك انت واخوك تاكلوا في بعض. وهو برضو اللي قال له يحبسني في المخزن؟ افهم يا حسن. افهم ايه يا امه؟ جري يا امه، هو مروان متربع جوي كده على قلبك عشان اول ما يشاورلك تجري عليه وتاخديه في حضنك تسمع كلامه كانه منزل؟ لا بس ده اللي حصل. المفروض اصدق واقول امين مش كده؟ يا حبيبي افهمني، ريم ومحرم كانوا عاوزينك انت واخوك تقتلوا بعض عشان يفضلهم الطريق، دول شياطين. احنا ملايكة ياك. طب فكر في كلامي واعجله بالراحة، هتلاقيه صح. انا مش هنسى اللي اتعامل معايا يا امه، مش هنسى الايام السودة اللي انا عشتها في المستشفى، مش هنسى انه جل مني قدام الرجالة والبلد كلها، مش هنسى يا امه. اقول لك ايه، تعال معايا نروح للدكتور في مصر وهو يقول لك على كل حاجة. أنا مش هسمع كلام حد غير عقلي ونفسي. بعدين بيني وبينك أنا خلاص ما عدتش فاضي. أنا مسؤول عن بلد بناسها وعندي حاجات كتير قوي أهم بكتير من الكلام الفاضي ده. أهم؟ أهم من أخوك؟ أخوي مراته قتلت ولدي. لا ما حصلش. زينب ما تعملش كده وأنت عارف. مروان وعدك بإيه؟ هيوعدني يعني بإيه يا بنت كريمة؟ قالك هتبقي فوق الكل؟ قالك هتقعدي على البلد وتحطي على ناسها يا مرات عمي؟ قالك إيه؟ جابلك نوح على حجرك وقالك بصي في وشي وتملي منه؟ قلبك حن يا مرات عمي أول ما شفتي نوح؟ ما حنش ليه أول ما شفتي عبد الله؟ اشربي اشربي يملي بطنك. امشي دلوقتي يا ريتال. لا مش همشي يا حسن، انا قلبي محروق على ابني والكل ولا همه. الكل جلي ورا زينب اول ما عرفوا ان هي دخلت السجن. انا اول ما شلت ابنها العين بقت عليا لكني نار مش هتطفي. انا وانت ملناش لازمه عند حد في العيله دي يا حسن. ولا عندي يا ريتال، أمك هي اللي قتلت أبويا. بيتنا اتهد، واللي هدوا مين؟ حسن جوزي. بعد ما أبويا فتح له باب بيته وقال له هخليك فوق رقاب الناس والبلد كلها، بعد ما وقف جنبه لما الكل باعه واتجوزته عشان يحافظ على قيمته وسط الناس ويبقى بيت العمدة هو بيته وتفضل ست جبرية صاحبة البيت الكبير، بعد كل ده ما اتغدر. لو كنتوا فاكرين ان محرم ملوش حد ياخد حقه تبقوا غلطانين. سيب البتاع اللي في يدك ده. مش هسيبه يا حسن. ريتال! ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي؟ حسن الحقنا يا حسن. الواد عامل ايه؟ زينب خير. زينب عاملة ايه؟ تكون عاملة ايه يعني؟ كويسة وهي مرمية في الحجز، ربنا يسترها معاها ويفك كربها، دي احسن واحدة في اخواتها. ايه؟ مش عاجبك الكلام؟ لا عجبني، عجبني قوي. ايه
بس عصام باشي بعت لك السلام وبيقول لك ورق الطلاق نعيمي اتأخرت. غور غور لك تلك وبلغ عصام بيه انا طالع لما اطلع يقول على روحه يا رحمن يا رحيم. انا مش حمد يد عليك، انا عندي اوامر ان ابلغك وبس. بكره يوصل خبر طلاقها والا هطلعك من الدنيا يا بدري، وانت عارف ان انا شغلتي تربي اساسا. يا حلوة يا حلوة، عاملة ايه؟ طمنيني عليكي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا اختي حقك علي، بس بالك الدكتور طمني الحمد لله وقال الجرح من على الوش بس وحتبقي ان شاء الله زي الفل. ده انت كمان حتى لو عاوزانا نطلع شوية نطلع وماله. هنروح فين؟ ايه شموا شوية هوا نتمشوا كده ولا كده وترجعي في الاخر بيت جوزك. هو انا ليا بيت؟ يعني ايه؟ هو اهدي اللي لكي بيت امال. طب بصي كده حواليكي ما شاء الله ما شاء الله، كل ده مش بيتك؟ يا سلام يا سلام. امال يعني السرايا الحلوه دي كلها حسن جايبها لمين؟ ده البلد كلها بيتك، هو احنا قليلين ولا ايه؟ رايحة فين؟ يهمك في ايه؟ خايفة عليكي؟ انا مش عايزة حد يخاف عليا. عذركي والله، قلبك مجهور على ولدك، ده انا لو منك اجيب لبنى دي تحت يدي واقتلها قدام البلد كلها. بس انتي عاقلة وهتسمعي الكلام. لا عاقلة ولا كاملة، ومش عايزه اتكلم مع حد ولا اسمع كلام حد. ما تطلعيش اللي جوايا، لو طلع محدش من العيله دي هيمشي على رجليه. عارفه عارفه والله.